وسهلا بكم حج ابو محمد في رئاسة جامعة حلب. طبعا انا كنت في حفل تخريج طلابنا الاعزاء في مارع من 3 ايام، تخريج الدفعة الثانية من الفوج الثاني، خلينا نقول من الدفعة الاولى من دورة الشهيد علي غصاب المحاميد. وكانت بنتكم الدكتورة ضحى الله يرضى عليها ويوفقها من بين الخريجين. طبعا أثارت عندي صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامك في الموضوع وعنائك وفرحتك، فحبيت أنا أدعيك لرئاسة الجامعة للسلام عليكم والتكريم. دكتور عبد العزيز مبروك. موضوعين بتسألك عليهم. الموضوع الأول، لمست أنه يعني الدمعة غرغرت بعيونك وأنت بتكرم والد الدكتورة ضحى والدكتورة ضحى، هذا أولا. الموضوع الثاني، نحن امبارح قرأنا على صفحتنا على القناة بأنك دعوت يعني والد الدكتورة ضحى والدكتورة لا تكرمهم، ودعوت نحن كقناة حلب اليوم، ما زالت الدمعة بعينك. شو اللي أثر فيك؟ ما أنت خرجت دفعات ما شاء الله، وهيدا القسم الثاني من الدفعة الأولى. في الحقيقة أهلا وسهلا فيكم. بداية أنا أعيش شعور الأب، عند التكريم وأعيش هذا الشعور عند التخريج، وأعيش هذا الشعور أشعر بنفسي وأني صاحب رسالة، وأني غرست شجرة في ذات يوم، واليوم نقطف هذه الثمار. لذلك أثرت فيك صورة والد دكتورة ضحى لما سجد شكرا لله في كلية الطب في جامعة مارع، في كلية الطب في مارع، لأني تذكرت والدي والله وآباء المسلمين. كان والدي رحمه الله مصرا على أن نبلغ الغاية ونؤدي رسالة إلى المجتمع الذي نعيش، وكان هذا ديدنه رغم حاجته وفقره، وكان دائما يقول: أريد أن تكونوا شموعا بين الناس، تعرفون ماذا تقولون ومتى تقولون، ونرجو أن نكون قد حققنا حلمه. إن شاء الله، وإن شاء الله نستبدل الدمعة بفرحة وبسعادة وابتسامات دائمة لكم ولكل الشعب السوري. إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا دكتور. انتقل شوي عند دكتور جواد. مبروك دكتور جواد، عميد كلية الطب في جامعة حلب في المناطق المحررة، تخريج القسم الثاني من الدفعة الأولى، وكنت خرجت أيضا يعني دفعة أولى من المنقطعين. ماذا يعني لك تخرج الدكتورة ضحى والعشرين اللي معه في هذا الوقت بالذات؟ هلا بصراحة يعني إحنا يمكن أول دفعة بتخرجين الجامعات، أول يعني احتفالية اللي كانت للجامعة من عدة سنوات كانوا المنقطعين. الانعكاس للناس والتفتيش عن انتصار صراحة. تفتيش انتصار. نعم، الناس في زمن اليوم اللي كان السنوات العجاف اللي مرقت، كان الناس ما في غير تتابع الهزائم والتخلي عن الشعب السوري وعن قضيته. نجاح الكلية هي كأحدى مؤسسات الثورة، أنا أعتقد يعني كانت تبعث، وخاصة المرة الماضية كان 114 طبيب، كان لكل يعني طالب، أو يمكن ليس قصص. إذن شعبنا يحتاج إلى كان أن بوادر انتصار الثورة هي نجاح مؤسساتها،
وال يعني فالتعليم كطبيب ليس فقط للمهنة، وإنما كي يكون رجل مجتمع قادر على تغيير هذا المجتمع إن شاء الله. الله يعطيكم العافية دكتور. عم أبو محمد الله يعطيك العافية، يعني صفحات الفيس وسائل التواصل الاجتماعي كلها كانت مشغولة بالصورة اللي التقطوها لك أثناء سجودك شكرا لله على تخرج بنتك الدكتورة ضحى. السؤال، شعورك اليوم أنت كأب أن يكرمك السيد رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة ويكرم الدكتورة، شو هو؟ احكي لي عن هذا الإحساس، الإحساس اللي الآن وإحساس لما كنت لاحظت أنه تخرج الدكتورة ضحى. والله يا أخي أستاذ مصطفى، يعني لما بتخرج هنيك كنت أنا يعني أجتني العبرة أنه أبكي، لكن يعني شفت لازم أبكي بين إيدين الله على هالإنجاز اللي يعني وصلنا له بفضل الله جل جلاله وبفضل جامعة حلب. يعني ليش؟ لأني عانينا كتير يعني بالسنوات الماضية. يعني ضحى كانت يعني شلون بدها ناس يكونوا وراها يساعدوها يوقفوا جنبها، فهي لمن اصلا لمن بدها تدخل الطب يعني وما في محل تدخل، كانت الجامعة لسه يعني ما تأسست هون بالمناطق المحررة، فقعدت صارت تبكي يعني. فقلت لها ليش عم تبكي؟ قالت لي بدي انا ادرس دكتورة. الوضع اللي كان نحن فيه بالثورة يعني اكثر الاطباء تركوا المناطق وراحوا، فانا هون يعني صار عندي شعور انه لازم اوقف جنبها واكون سند لها حتى توصل للطلبة. فقلت لها ان شاء الله بدي ادرسك، بس يعني على المدينة ما بحسن ببعتك لان الظروف ما بتسمح لي. ان شاء الله اذا صارت كلية طب هون بالمناطق المحررة لحظة بسجل لك ان شاء الله. وتحققت امنيتك وأسست كلية الطب في المناطق المحررة. فقط يعني نريد ان نشير للسادة المشاهدين بانك مهجر ايضا، مهجر سوري من ريف حلب الغربي، لديك ذكور واناث من الاولاد وكلهم يدرسون جامعات وعندك شهيد، تحكي لنا هالفكرة فقط. والله انا الله سبحانه وتعالى اكرمني يعني باربع بنات واربع ذكور. الكبير درس ايش اسمه من الذكور ادب عربي، كان في جامعة إدلب وظل له يعني سنة ليتخرج. فالأحوال الصعبة اللي صارت معنا ترك وراح على لبنان، هلا هو بصيدعة بيشتغل يعني عامل بناء يعني. وعندي شو اسمه واحد استشهد في ورم الكبرى، الله يتقبله، اللهم أمين يا رب، كان عم يشتغل مع الشرطة الحرة واستشهد. الثاني ضربته سيارة في عجادة الرئيسية بالضيعة، كنت أنا بلبنان وخبروني نزلت استشهد كمان مات يعني. في عندي الآن محمد ضل هو بصيدة ومعي حسن صف عاشر عم يدرس. الإناث البقية غير الدكتورة ضحى؟ الإناث ضحى هي آخر عنقود الإناث يعني. الإناث أربعة هني، نسمة، ياسمين، أسماء، ضحى. ما شاء الله، الله يخليهم، الله يبارك فيك. شو الدراسات البقية؟ والله وصلوا ل يعني أخذوا شهادة البكالوريا وسجلوا في الجامعة أدب إنجليزي تنتين ووحدة كلية الشريعة، وضحى سجلنا له بالطب بفضل الله عز وجل. إن شاء الله بتفرح بتخرجهم كلهم وبيكونوا يعني من نساء سوريات الحرائر الصالحات اللي بيأسس سوريا جيل ومكنوا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الله محيكم، ألف مبروك. بدي انتقل للدكتورة ضحى آخر شيء. دكتورة ضحى مبروك إن شاء الله، يعني تكوني نافعة للمجتمع وللناس والشعب والثورة. سؤال، إيش شعورك عندما تتخرجي من جامعة حلب في المناطق المحررة بالتحديد وتحرمي من التخرج من جامعة حلب الأصلية؟ نعم، سبحان الله، كما ذكر والدي أنا في البداية كنت يعني حلمي من أنا وصغيرة يقولوا لي أنت الدكتورة أنت الطبيبة أهلي، فزرعوا فيني شعور خلاص أنه أنا لازم أوصل لحلمي. يعني أنا بتشكر الدكاترة اللي كانوا داعمين لنا بهاي المسيرة التعليمية. طيب في سؤال، تستطيع الآن توصفي لي لحظات فرح أبوك ووالدتك؟ والدتك اللي ما شفناها هون اللي كنا نتمنى أن نلتقي فيها أيضا، لأنها أكيد ست عظيمة يعني. نعم، الصراحة والدي ووالدتي صبروا على هاي اللحظة كتير، كانوا يعني سند عظيم لإلي.
خلال في مسيرتي التعليمية. دعموني من كل النواحي ماديا ومعنويا. والدي يعني بحب أقول له، أوجه له كلمة هلأ وأقول له أدري وأنك وأني منذ ولدت وأنك تعاني التعب، وأدري بأنك لا تظهر هذا الغضب، والله يا أبتي لو وقع الغبار على قميصك لانثنى قلبي واضطرب، وأني سأمشي خلفك واثقة الخطى بأني حظيت بخير أب. أسأل الله تعالى أن يرزقني برك وأن أكون عند حسن ظنك بخدمة أهالينا إن شاء الله. والدتك شو احتل لها؟ رسالة عبر الأسير. سأقول لها أمي العظيمة، أنت النبع الذي أستمد منه أسمى مبادئ حياتي. أشكرك على دعمك لي. ما أنا عليه الآن وما سأكون عليه غدا بفضل الله عز وجل وبفضل دعمك لألي. أنت مثال للتضحية، مثال للعطاء. لو تكلمت كثيرا لا أوفيك جزءا من حقك الذي قدمتيه لي. أريد أن أنوه أيضا، دائما في خلال مسيرتي التعليمية كان والدي يذكرني بسبب هالوضع الحرب والظروف اللي عانيناها كتير، ودائما كان يظهر في عقبات بطريقنا ما كنا نتخيلها، والحمد لله بفضل الله عز وجل تجاوزناها. فكان دائما والدي يحط لنا مثال وقدوة، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو حثنا على متابعة التعليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال تعالى: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن نكون من الناس اللي بيستخدموا العلم نحن بالخير، بما يفيد الناس وخدمة أهالينا، ويكون شفيع لإلنا عندما نسأل عن شبابنا فيما أفنيناه. شو راح تخصصي أنت؟ في بالي تخصص صراحة هو تخصص النسائي، إن شاء الله أن أكرمني الله فيه. يعني السبب هو أنه نقص عدد الأطباء الـ بشكل عام، والنسائية بشكل خاص في مناطق، والحاجة لإلها إن شاء الله. يعني أتمنى من الله عز وجل أن أكون قدر هذه المسؤولية إن شاء الله. آخر سؤال بعجالة، هل كنت تتخيلي أن تكوني في هذا المكتب بالذات، في أي لحظة بالذات، مع هؤلاء الرجال بالذات بحضور والدك؟ والله ما تخيلت أني يعني هذه اللحظة، هذه لحظة عظيمة وشعور عظيم بوجود دكاترتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم، ما كنت متخيل. حضور سيد الوالد. نعم الله يحفظه ويبارك. مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكم يا رب. يعطيكم العافية جميعا.